نسوي. اهلا وسهلا. اسف عبد الرحمن تاخرت عليك شوي لانه راحت علي نومه. وما الجديد؟ العذر نفسه دائما. قصدك انه دائما بتاخر يعني؟ كل 10 دقائق مو مستاهله نحكي فيها. عند الالمانيا سونا احترام الوقت من احترام الشخص. وفي حال طرأ عارض ما كتأخر الحافلة أو الاستغراق في النوم فيمكنك الاتصال والاعتذار كي لا تتهمي بالتكبر والاستهتار. هلأ 10 دقائق صرت متكبرة؟ ربما تكونين مستهترة، أنا لا أحكم عليك الآن. في اليابان أيضا يحترمون الوقت، والياباني دقيق في مواعيده، وتصل بهم الدقة أنهم إذا قالوا نراك في 10 فهذا يعني 10 تماما، مش إلا 2 دقيقة ولا 10 دقائق. هلأ بالله عليك مانك حاسس أنك مزودة شوي؟ يعني بالآخير نحن بشر مانا آلات. بتفق معك. في دراسة أجرتها جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية وجدت أن سبب التأخر عن المواعيد هو غالباً عدم قدرة الشخص على تقدير الوقت اللازم حتى يصل، إذ يعتقدون أنهم يحتاجون وقتاً أقل من الوقت الحقيقي، وأعتقد أن هذا ما يحدث معك. إيه والله بجوز، بس بفهم من كلامك إنه الشعب الأمريكي يعني ما بيتأخر عن مواعيده أبداً؟ في أمريكا 15-20% من الناس يتأخرون عن مواعيد عملهم، وهذا مكلف جداً للاقتصاد الأمريكي. فكما تقول المستشارة الإدارية ومؤلفة كتاب لا تتأخر مجدداً، إهدار الوقت يعني إهدار المال، يعني زي ما بنحكيها دائماً time is money، الوقت هو المال، الوقت هو الفلوس، وقتاج معيش كاش. ايه يا عبد الرحمن كترنا منهم هدول اللي بيتأخروا عن المواعيد. يعني مثل ما بتعرف عنا لو بدنا نشوف حدا مثلا بنقول له بشوفك بعد العصر اخي، وبعد العصر بيمتد بقى وممكن يوصل للعشاء كمان. طبعا احنا ما بدنا نعمم، الايطاليون لا يهتمون بالمواعيد كثيرا ولا يصدرون احكاما على المتأخر لانهم قد يتأخرون. اما اليونانيون فلا تستغربوا مطلقا إذا وصلوا للموعد متأخرين 45 دقيقة، لأنهم يرون أن الوقت يمكن تطويعه حسب الظروف. إيه بصراحة أنا حبيت نظرة اليونانيين للوقت يعني. لكن يا سونا النرويجيون يحترمون مواعيد العمل تحديدا، ولا بد من الاعتذار في حال التأخر أو تغيير الموعد. تعرف يا عبد الرحمن في مواعيد فعلا الإنسان ما بيقدر يتأخر عنها، بس أحيانا الظروف بتخلينا نتأخر، والمرونة أكيد مهمة كتير. يعني بإمكان أي حدا هلأ أنه يتسلى ويستثمر وقته بالقراءة على الموبايل أو التواصل مع الأصحاب أو حتى بتعلم لغة جديدة وهو عم يستنى. يعني الحياة هلأ صار فيها طرق كتير حتى الوقت ما يقطعنا. 100% احترام المواعيد عادة سامية، فاحرصوا على استثمار وقتكم بكل ما هو مفيد لكم ولصحتكم الجسدية والنفسية. وفي الختام أنت في بلدك محلي، أما خارجه فأنت يابانجي. في أمان الله. وقتاش يعني علاش؟ وقتاش كيفاش؟ هذه اللهجة شو هاي؟ اللهجة التونسية. نعم أجل. أوكي وهلا في حدا بيزورنا. هلو. بتحسوا اليابان لحقتنا بكل الحلقات، بعرفش ليش، عندهم ثقافة كتير مختلفة ودائما في إشي جديد نحكي عنها. فاليابان كوكب اليابان. مستهترة أنت بل متكبرة. خارج بلدك أنت يابانجي وأنت يابانجية، وعلى كل يابانجي أن يرتشف من ثقافات العالم ما يروي به فضوله الثقافي. أنا عبد الرحمن وفنجانكم علي. أراكم في الرحلة القادمة. في أمان الله.